وحنا شي خويا عبد الكريم، كنت سمعت تويتي على الجيمر على ما اظن في واحد اللايف، ما عقلتش بالضبط وقلت شي الكونتنت لوكر ولا ما عقلتش. واش لايف ولا مكالمه هاتفيه باش نكونوا واضحين؟ لا في لايف، في لايف شي جبت واحد خونا في الجيمر قلت لي كونتنت لوكر، قلت لي شي حاجه اللي قاطعه. الكونتنت لوكر معروف علاش؟ باش نعطيك واحد القضيه بسيطه، دابا انت تكون محروق على شي جو باش تلعبوا انا او انت، كاينين دي جو يقدروا يحمقونا في التيمو ديالو، فاش نشوفوا التيمو ديالو او نشوفوا الفيديو صافي غيطيرنا. فاش غتوقع علينا هذه المساله، وبحكم اننا من صغرنا يعني كنا تنلعبوا لي جو، يعني مش انا على الثقافه ديال الفيديو جيمز، غادي غنوليو باي ثمن باغي نلعبوا داك الجو، حيت الجو راه عنده واحد السلطه رهيبه على العقل ديال الشخص، تيبغي يلعبوا باي ثمن اللي عجبه. فشنو الحل اللي تي يعني في المارشي ديال الجيمين؟ انك تجيب الجيم اللي بغاوه الناس وتعطيهم مثلا بحال دابا مثلا معلومات عليه او فيديوهات عليه او شي حاجه، ولكن دير لهم كونتنت لوكر وشي نوبات تجيب داك الجيم هو براسو اوفرت سي بي اي. شحال من نوبه يطيح جيم واعر اوفرت سي بي اي، فلذلك الناس ديال الجيمين تيخصهم يبقاو يترصدوا لي جيم اللي واعرين لي جو اللي صافي. فهمتك، انا طرات لي بشحال من مره، طرات لي بشحال من مره فعلا في الانستغرام واحد خونا كان فيفا في جلا خرجات، كل مره كيعطيك معلومه عليها. اها، كل مره كيقول لك انت شنو فيفا جديده، شنو غادي طرا فيها في الجيم، التغييرات اللي غيطرا كل نهار كيلوح لك معلومه، كان هاك يلوح لك معلومه في الاخر كيعطيك هذاك تدخل تسجل باش يوصلك معلومات بزاف، هو يسخن عليك راسك. وفي ديك اللحظه انا شحال هذه تقريبا قبل من دخول تقريبا في العام اللي فات، ملي شفت داك الشيء عجبني ودخلت وبقات كيوصلوني المعلومات تماك بدون ما نحس ومشي. تطرالي انا هادي مع بعض الجيمز اللي تيكونوا في شكل بزاف. تيبدا في الاول الشركه تبدا تلوح غير معلومات، فهمتي وشي نوبات فيديوهات، يعني دوك الفيديوهات شي نوبات تيضوخوني، يعني شي تنولي غنسين وقتاش داك الجيم يعطيوني منين ندوز ليها شي نوبات. راه حيت غير باش نكونوا واضحين، انا اصلا راه مشترك في ستيم وتنشري لي جو من ستيم. عارفش ستيم عرفتش؟ تنشري لي جو منه، يعني جو عجبني والله ما تنتفك معاه. قول يا جيمر. سي نورمال، ضروري ليكرون كبيره بزاف وكلافي مضوي وطحن. عادي ضروري، لانه وانا نقول لك واحد القضيه، شوف شغل الخدمه ديالنا اونلاين لابد لك من واحد الساعات ديال الهارد ورك، ولكن لا باغي نسولك عليها والله الا كنت باغي نسولك. شنو نقول لك اخويا عبد الكامل، باغي عندي واحد البيسي هنايا وكندير في لي جيم، وقلت ما غنديرش في لي جيم ونعطيها للخدمه. لا شوف انا نقول لك واحد النقطه، شوف خصك تكون الترناتيف. انا تنقول لك الا بغيتي تنجح في اي حاجه في الحياه ديالك خصك تكون بحال بادي بيلدر، تتعرف الناس ديال لاصال، دوك الحداده البروفيسيونيل اللي تشوف عنده واحد الجسم هو هذاك، اما من فيزيك اما حداد اللي بغيتي فيه. المهم عنده بقدر اهميه الخدمه بقدر اهميه الراحه، وني ضروري ديك العضله. تلاقيتي معايا في الاسبوع ديال الراحه، شتي هذا الاسبوع انا هو اللي ترينيت اربعه الاسابيع قاصحه شويه وديغراديت فيها، فاول هذا الاسبوع من ترينيش ناخذ الراحه بزاف، وناخذ الكاربس الكربوهيدرات، وناخذ البروتين حتى هو بزاف، ونرتاح. علاش؟ حيت خرجت معطوب شويه فيا في الكتف، شويه ضران هنا هنا هنا، كملت غنزيد في الاصابات، فحتى الخدمه ديالنا الانترنت ماركتينغ الا كملتي غنزيد في الاصابات. فمثلا صافي اخويا عبد، قد الراحه، شوف خلي قد الراحه قد الخدمه، حاول مثلا سالي شي الحملات ديالك اليوم، سير لعب شي جو، سير دير شي حاجه اللي تخلي عقلك يهرب من الانترنت ماركتينغ. علاش؟ باش فاش ترجع للانترنت ماركتينغ ترجع فريش، ترجع متوحش الانترنت ماركتينغ. صح فعلا، الله يكلمش في القضيه دي. كان بعض المرات كتكون عندك شي بلاصه شي قرايه ولا شي حاجه، كتمشي للعروبيه ولا كتمشينا كتنسى كل شيء. سي نورمال، سي نورمال، واش ترجع فريش ترجع باغي دير ديك الحاجه.